القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش تحت الإشراف للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بها تحت الإشراف للسيد الرئيس الأول بمحكمة السنة بها. الموضوع تعيينكم للقيام بمهام رئيس محكمة. سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتأييد. وبعد، فرعيا لما اقتضته المصلحة القضائية وبناء على القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورتي يناير 2020 ويناير 2021 بتعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة وموافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. الله يبارك في عمر شهيد. الله يبارك في عمر شهيد. الله يبارك في عمر شهيد. أنهي إليكم أنه تقرر تعيينكم للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنون، وعليه أطلب منكم أن تلتحقوا بمقر عملكم الجديد بمجرد توصلكم بهذا الكتاب، كما أطلب منكم العمل تحقيق النجاح في العمل القضائي بدائرة نفوذ المحكمة التي عينتم بها، وأن تسهروا على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية والحفاظ على استقلال القضاء. وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن تهاني الحارة على هذه التفاتة المولوي الكريمة، راجيا لكم كل التوفيق والنجاح في مهامكم الجديدة. والسلام. الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي. أصحاب السعادة والفضيلة، السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الجديدة، السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الجديدة، السيد عامل الإقليم سيدي بنون، السيد الكاتب العام، السيد باشا، السيد رئيس الدائرة، السادة المسؤولون القضائيون، السيد نقيب هيئة المحامين الجديدة، السادة رؤساء المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين والعدول والموثقين، السيد رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني، السيد رئيس رئيس الدرك الملكي، السيد القائد الإقليمي للقوات المساعدة، السيد القائد الإقليمي للوقاية المدنية، السيد طبيب رئيس مستشفى سيدي بنون، السيد المحافظ على الملكية العقارية، زميلاتي القاضيات، زملاء القضاة رئاسة ونيابة عامة، السيدات والسادة أطر وموظفي كتابة الضبط، السادة المدعوون، أيها الحضور الكريم، كل باسمه وصفته. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وترتيبا عليه، اسمحوا لي بداية أيها السادة الأفاضل أن أوجه لكم أسمع عبارات الشكر والامتنان والعرفان على تلبيتكم الدعوة لحضوركم هذه الجلسة الرسمية على الرغم من التزاماتكم وانشغالاتكم الكثيرة، فجزاكم الله عنا خير الجزاء. أيها السادة الأفاضل، إنه لشرف عظيم لي أن أحظى بالثقة المولوية العالية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث وافق جلالته على اقتراح المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورتي يناير 2020 ويناير 2021 على تعيين رئيسا لهذه المحكمة لهذه المدينة الطيبة من ربوع وطننا الغالي والعزيز، معربا عن كبير اعتزازي وعظيم امتناني بهذه الثقة المولوية. هذا التعيين الذي يأتي في سياق استكمال الأوراش الإصلاحية الكبرى ببلادنا، وفي مقدمتها ورش الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، والذي دعا إليه القاضي الأول وعائل البلاد المفدى في عدة خطب، حيث وضع أسس هذا الإصلاح وخارطة طريقه في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 أغسطس 2009، ثم جاء خطاب 8 أكتوبر من سنة 2010
بمناسبة افتتاح الثورة التشريعية الخليفية للبرلمان ليعطي جلالته للعدالة بعدا اجتماعيا وليؤسس لها مفهوما جديدا وهو القضاء في خدمة المواطن. أيها السادة الأفاضل، إني أشهد الله وأشهدكم بأني وبكل عزم وإخلاص ونكران للذات سأنخرط بقوة في هذا الورش ولن أدخر أي جهد يروم الرفع من وتيرة أداء هذه المؤسسة وتطوير عملها بمختلف الآليات الكفيلة بإيصالها إلى مرتبة متقدمة تضعها في خانة الجودة والتميز وفق تصور يتوخى المزاوجة بين الحكامة الجيدة في التدبير والنجاعة في التسيير. وهكذا سأعمل بكل ما في وسعي إلى الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء بهذه المحكمة لتحديث إدارتها وتنظيمها بقصد تأهيلها للبلوغ وتعميم الملف الرقمي والأرشفة الإلكترونية مما يساعد على تجويد الخدمات التي تسديها حتى ترقى إلى مصافة المحاكم النموذجية في بلادنا. أيها السادة الأفاضل، إنني ولئن كنت أستشعر ثقل الأمانة وعظم المسؤولية فلدي ثقة وأمل كبيرين في أن أجد في جميع المتدخلين في حق العدالة كل السند والعون بغية تحقيق الأهداف المنشودة خدمة لهذا الوطن العزيز والغالي علينا ولساكنة هذه المدينة التي تستحق كل خير، لا سيما مع تواجد رجلين فاضلين مشهود لهما بالكفاءة والاستقامة والجدية في العمل وهما السيدين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الجديدة والوكيل العام للملك بها، إضافة إلى العمل سويا يدا في يد مع السيد وكيل الملك لهذه المحكمة الرجل الفاضل والمجد والمجتهد. ومع هيئة الدفاع وباقي مساعدي القضاء من مفوضين قضائيين وعدولة وخبراء ونساخ وموثقين، مع الانفتاح على محيط هذه المحكمة والتعاون مع السلطات الإدارية والأمنية والدرك الملكي وكل الفاعلين الآخرين بما يخدم الصالح العام ويحفظ استقلالية السلطة القضائية. وبرنامج عمل هذا ينبني على الأساليب والأهداف التالية: مواصلة التحديث للبلوغ وتعميم الملف الرقمي مع السعي لحوسبة جميع الشعب والإجراءات في أفق التجريد اللامادي للخدمات والإجراءات. مواصلة العمل على تحديث وتطوير المكاتب الأمامية للمرتفقين وتنظيم ولوجهم. التواصل الجيد والهادف مع نهج سياسة الباب المفتوح مع الرفع من وتيرة النجاعة القضائية لتصفية الملفات وإصدار الأحكام داخل الأجال المعقولة والرفع من وتيرة تنفيذ الأحكام المدنية والزجرية في جانب تحصيل الغرامات. وقبل أن أختم كلمتي أود أن أغتنم هذه الفرصة لأنوه بالمجهودات الجبارة التي قام بها سلفي وزميلي الأستاذ خالد خلقي على رأس هذه المحكمة للرقي بأدائها إلى المستوى الذي هو عليه اليوم، فله جزيل الشكر مرة أخرى ونتمنى له كامل التوفيق والسداد في مهامه القضائية الجديدة. والشكر مرة أخرى موصول لكل الحضور، وذات الشكر موصول لكل من ساهم في الإعداد والتأمين لهذه الجلسة الرسمية. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد القانون يعلن عن رفع هذه الجلسة.